الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده نتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اوريها لك عزيزي، شتان الفارق ما بين جمله الأهلي نادي القرن العشرين وما بين جملة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. بصوا كده يا جماعة، دي صورة كلاب أوف ذا سينشوري على تيشيرت النادي الأهلي، ودي صورة أكبر قلعة رياضية في مصر. عايز أقول إن الأولى نادي القرن لا يمكن لأي نادي إنه يحط الشعار ده على تيشيرته، لا يجرؤ. أتحدى نادي مصري أو أفريقي أو أي حاجة يقدر يستغل هذه العلامة التجارية. مش نادي الزمالك أهو وحسين لبيب أهو، قولوا له لو راجل يا لبيب حط على تيشيرت الزمالك أو على صور الزمالك نادي القرن. لا يجرؤ. لكن تعال للصورة الثانية، الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. النهارده مركز شباب سيرس الليان لو كتبها على التيشيرت بتاعه حسين لبيب لا يجرؤ إنه يقول لهم أنتوا بتعملوا إيه. لو مركز شباب أم عبير تحت السرير ولا فوق السرير وحط شعار أم عبير فوق السرير أكبر قلعة رياضية في مصر، لا يجرؤ حسين لبيب إنه يعاقب أم عبير. ده الفرق ما بين نادي معاه علامة تجارية مسجلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية يحقق من ورائها أرباحا طائلة، وما بين نادي وضع لنفسه شعار لا يمتلك أي علامة تجارية، لا يحق لي أنه يروج هذا الشعار، لا يحق لي أنه يحاسب أي حد يستغل هذا الشعار. افرحوا بأوهامكم وعيشوا في أوهامكم فترات طويلة، دعونا نحقق البطولات والأرقام والإنجازات، واتركوا لهم الأوهام وأكبر قلعة رياضية في مصر. عايز أقول لجمهور نادي الزمالك العظيم، بطولة انتر كونتيننتال كاب دي انت ما تعرفش عنها حاجة. بطولة انتر كونتيننتال كاب عشان تشارك فيها لازم تكسب بطولة القارة بتاعتك، بطولة القارة اللي هي دوري الأبطال. الكونفدرالية ما تنفعش؟ لا ما تنفعش. طب السوبر الأفريقي؟ لا، ده تبله كده وتغمس بيه شاي وفايش ملوش أي 30 لازمة. طب يا جماعة أنا عايز أشارك في الانتر كونتيننتال دي، بوفتيك مفروم على بدنية، ده اخرك تعرف على الانتر كونتيننتال بفتيك مفروم على بيضة نية، اسم الله عليك اخص علي. لكن انتر كونتيننتال اللي هيشارك فيها النادي الاهلي لا، انت ملكش علاقة بيها خالص. انت اخرك تشارك في السوبر المصري بالكارت الذهبي، كارت الاوانطة، كارت الفاشلين. ما هو الكارت ده عاملينه للاندية اللي بتسقط زمان، مش زمان قوي يعني عشان ما تعجزوناش، كان في حاجة اسمها التحسين في الثانوية العامة، أنا ما لحقتوش، لو كنت لحقت كنت زمان دكتور دلوقتي. إيه التحسين ده؟ حضرتك ممكن تجيب 95% ما يعجبكش، فتخش في مادة أنت كنت جايب درجة فيها مش كويسة أو حاجة، تمتحنها تاني في دور تاني وتاخد الدرجة إن هي لو جبتها وترفع من مجموعك، وممكن تجيب 100% و101% و102% لو عايز يعني. فالكارت الذهبي ده مجموع معمول كنوع من انواع تحسين الصوره. انت فشلت انك تكسب دوري او سوب او رابطه او كاس مصر، فباي ذا واي يعني احنا بندي لك فرصه تانية تحسن شكلك وصورتك قدام الناس. طبعا الكل دلوقتي عمال بيهبد ويهري ان كولر طلب ناصر ماهر من النادي الاهلي. الاخ
قزم الإعلام فطوطة الدلدول. قال لك كولر قال للجنة التخطيط في النادي الأهلي إن اللي تسبب في بيع ناصر ماهر ده لازم يتحاكم، وطلب التعاقد مع ناصر ماهر وزيزو وحسام عبد المجيد. هو بص أنا معاك في زيزو، يعني ممكن أقول لك آه الراجل ممكن يكون طلب زيزو ممكن، لكن ناصر ماهر لا، وسعت منك دي يا بيليا، بيليا الدلدول وسعت منك وبهوقت قوي. حسام عبد المجيد ده انتوا يا ابني من شهرين ثلاثة كان حسام عبد المجيد ده بتبيعوه على اوليكس، كل الاحترام والتقدير لحسام عبد المجيد، لكن جمهور الزمالك كان بيبيعه على اوليكس، كان بيقول لك يلا مين ياخد حسام عبد المجيد ويدينا مكانه مروحة. دلوقتي بقى حسام عبد المجيد كولر طالبه من النادي الاهلي عشان تعرف انك كذاب ومدلس وبرخصة، كذاب ومدلس وبرخصة. كابتن اسماعيل يوسف تيجان الكرة المصرية، شوف احنا بنحترم رموز الزمالك ازاي، تيجان الكرة المصرية طلع بتصريح خزعبلي قال لك الزمالك لو هنا حرف امتناع في اللغة العربية، لو كسب وعدى بيراميدز هيكسب اي فريق في النهائي. شوفوا اسماعيل يوسف مش واثق في فرقة نادي الزمالك، اسماعيل يوسف مش واثق في فرقة الزمالك قد ما هو واثق في فرقة بيراميدز. معنى كلام اسماعيل يوسف ان بيراميدز تقيل على الزمالك، ودي حاجة تخص اسماعيل يوسف، لكن مع احترامي الكامل، مع احترامي الكامل، الاهلي لو واجه الزمالك في السوبر انا بقول لك النتيجة هتبقى تقيلة، وان الزمالك اصلا مش هيعدي من عقبة بيراميدز، مش هيعدي من عقبة بيراميدز. المفاجأة الوحيدة اللي ممكن تحصل وهتبقى مفاجأة صادمة ان سيراميكا يتخطى الاهلي، لكن الزمالك يتخطى بيراميدز صعبة، ممكن بالحكام بقى تتظبط تتطبخ لكن غير كده كورة بيراميدز هيقرقش الزمالك، بيراميدز هيعمل على الزمالك شوربة وبليلة وهيوزعهم على الزمالك، لكن المفاجأة الصادمة اللي بالنسبة لي ان سيراميكا يكسب النادي الاهلي. عايز اقول حاجة مهمة جدا، احنا بنهاجم وننتقد لجنة الانضباط في موضوع جوزيه جوميز، لكن نسينا حاجة مهمة يا جماعة، نسينا الرأس المدبرة. هل تعلم عزيزي المشاهد، صلى على الحبيب واكثر من الصلاة على الحبيب واضرب لايك متين، ان السبب الرئيسي في إحالة جوزيه جوميز للجنة الانضباط هو عامر حسين؟ هل تعلم هذا؟ هل تعلم عزيزي إن ما كانش يجب إحالة جوميز للانضباط أصلا؟ لأن اللائحة في لجنة المسابقات واضحة، القانون بيقول يا جماعة إمتى يحال الشخص اللاعب أو المدرب أو أي عنصر من عناصر اللعبة للجنة الانضباط؟ لو الواقعة وصفها مش موجود عندك في لائحة المسابقات ساعتها ابعتهولي هتهلي أقدبه، لكن وقعة جوزيه جوميز موجودة وموصفة في لائحة المسابقات. إذن كان من المفترض الحاج عامر حسين، ولا عامر حسين من غير حاج، أنا آسف عامر حسين من غير حاج، كان من المفترض أنه يوقع عقوبة 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة. ليه؟ لان عندك يا عامر يا حسين في لجنة المسابقات في اللائحة بتاعتك اذا اعتدى اي عنصر من عناصر اللعبة على الحكم او احد مساعديه بتدافع 8 مباريات ومئة الف جنيه غرامة. ايه اللي خلاك بقى تبعتها لجنة الانضباط؟ عشان خايف، انا بقول لك هو بعلو الصوت خايف من نادي الزمالك، خايف من رد فعل نادي الزمالك. في تصريحات منسوبة للأستاذ هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عبر أحد برامج البرودكاست في إيجي بودكاست، تصريح ينسف
كل الاكاذيب البيضاء ان الزمالك كان بيتظلم. الراجل بيقول لك انا خدمت الزمالك بكل صراحه، وبيقول لك كده بكل صراحه، انا خدمت الزمالك في منطقه الجيزه. عملت ايه يا كابتن هاني؟ قال لك يا ما شلت بلاوي سودا وشلت تقارير حكام وجبت الحكام وقلت لهم عشان خاطر ما تشطبش الكابتن فلان، وعملت اللي محدش عمله ما عدا قضية جده، لأن ما كانش فيها يعني مفر، لأن اللعب كان من حق الأهلي 100%. أنت متخيل إن كان في حكام بتكتب تقارير إنها تشطب لاعب من نادي الزمالك للاعتداء أو السب أو البصق أو إلخ 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 إلخ، وكان يتدخل الكابتن هاني زادة بصفته موظفا في منطقة الجيزة أو مديرا لمنطقة الجيزة، وكان بيجيب الحكام ويخلوهم يغيروا تقاريرهم عشان ما يتشطبش لعيبة الزمالك. عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. لك الله يا زمالك، بجد 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 لك الله يا زمالك. لا يا جماعة، الزمالك بيتظلم قوي يا جماعة، الزمالك مظلوم، الزمالك مقهور، الزمالك مقهور يا ام نيازي، صح نيازي وقولي له الزمالك مظلوم، الزمالك مقهور. وما خفي كان اعظم، وما خفي كان اعظم. دايما يقول لك في علم الجريمه الجرائم اللي بتكتشف او بيتم الاعلان عنها بتبقى لا تتخطى 10%. يا ترى يا هل ترى 90% الباقيين كانوا ايه؟ ده الاهل ده جبل بجد، والله والله الاهل ده جبل، انه عرف ياخد 44 دوري في المنظومة دي، 44 دوري في منظومة الكل يخدم على نادي الزمالك، منظومة كرة القدم الكل يخدم على نادي الزمالك. كان الله في عون النادي الاهلي بجد، والله والله كان الله في عون النادي الاهلي. بنتعامل مع منافس يطلع يتشدق كذبا انه ما بياخدش حقه، وهو في الكواليس واخد حقه تالت ومتلت ومربع. ده مش بس كده، لا ده بياخد حق غيره، بياخد حق غيره. فكان الله في عون النادي الأهلي، وكان الله في عون جماهير النادي الأهلي. كابتن أحمد شوبير، والأهلي يلقن بيراميدز درسا في الفنيات والإدارة. الإدارة فن فن يا دوحة، مش عن عن. على بيراميدز ونادي الزمالك الاقتداء بالدال، الاقتداء بما فعله الأهلي مع محمد عبد المنعم وعمر سيد معوض. افتحوا أبواب الاحتراف للمواهب، عايزين بدل ما يبقى عندي محمد صلاح واحد يبقى عندي 20 و30 مو صلاح، يبقى عندي 20 عمر مرموش، يبقى عندي 15 تريزيجيه، يبقى عندي 10 عبد المنعم، يبقى عندي ويبقى عندي منتخب قوي كل سنة يشارك في كأس العالم كل 4 سنين ويوصل لمراحل متقدمة في كأس العالم. تعلموا من النادي الأهلي اللي موقفش في طريق لاعبه محمد عبد المنعم، اللي موقفش في طريق موهبة زي عمر سيد معوض. بيراميدز بيدمر إبراهيم عادل بوقوفه في طريق الاحتراف، الزمالك يدمر زيزو بوقوفه في طريق احتراف أحمد مصطفى زيزو. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا لكم.